بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى قراءة أحاديث كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى. يقول الشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى: باب عبادة غير الله تعالى من أشراط قيام الساعة أو من علامات قيام الساعة أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات هي مؤخرات النساء، حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. من ذي الخلصة ده أو ذي الخلصة؟ قال: هو طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، يعني من علامات قرب قيام الساعة. قبيلة دوس دي قبيلة من قبائل اليمن. إيه اللي هيحصل؟ القبيلة دي كانت قبل الإسلام يعبدون صنما يسمى ذو الخلصة. الصنم ده اسمه إيه؟ ذو الخلصة. هذا الصنم كانوا يعبدونه قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا تركوا عبادة هذا الصنم. ومن علامات قيام الساعة أن تعود قبيلة دوس إلى عبادة هذا الصنم مرة أخرى، وده دلالة على إيه؟ دلالة على كفرهم بعد الإيمان. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. العلماء وهم بيشرحوا الحديث ده قالوا: لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليات النساء؟ لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليات النساء؟ يعني لماذا ذكر هذا الوصف المختص بالنساء فقط؟ العلماء قالوا: هذا لكثرة الجهل الذي يكون عند النساء، هذا لكثرة الجهل الذي يكون عند النساء، وأكثر من يترددون على هذا الصنم سيكونون من النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذه الأمارة، عن هذه العلامة، إن من علامات قيام الساعة إن نساء دوس قبيلة من قبائل اليمن ستذهب إلى هذا الصنم اللي هو ذو الخلصة، يذهبون له ليعبدونه كما كان أو كما كانوا يعبدونه في الجاهلية، وده دلالة على الكفر بعد الإيمان. وبعض أهل العلم قال، وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لربما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاضطراب من النساء لأنهن يرقصن عند هذا الصنم، بيقيمن الحفلات والزغاريد وغير ذلك من الحفلات التي تقام عند المعابد الشركية، فهذا كناية على رقصهن، يعني هيجمعوا بين الايه؟ بين الكفر وبين الايه؟ وبين الرقص والفسوق. فعلى كل حال هذه من علامات قيام الساعة، أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهذا دلالة على العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. واللات والعزى أصنام من أصنام الجاهلية، يعني هل ستعود تاني عبادة الأصنام؟ ستعود تاني، ده من علامات قيام الساعة. طبعا دي مصيبة كبيرة، وهذا فيه إشارة إلى تغير الأحوال عند قرب قيام الساعة. طب تغير الأحوال للأحسن ولا للأسوأ؟ تغير الأحوال للأسوأ، أن يعود الشرك مرة ثانية في الأرض، فهذا ليس إيه؟ ليس من الخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الحديث، والسيدة عائشة هي التي سمعته منه، يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. السيدة عائشة لما سمعت ده من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. سيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، وأنا اللي كنت فاكرة إن لما ربنا أنزل هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن خلاص كده، إن الموضوع ده خلاص إيه؟ ما عادش هيكون فيه شرك في الأرض، ما عادش هيكون فيه كفر في الأرض. سيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت فاهمة كده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. أيوة فعلا، في فترة من الفترات الله عز وجل سيتم هذا الأمر على ظهر الأرض، سيتم الله عز وجل هذا الأمر على ظهر الأرض اللي هو أمر الإيه؟ أمر التوحيد والدين، لكن ده لفترة من الإيه؟ لفترة من الفترات. طب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ريحا طيبة، إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. يعني فعلا التوحيد سينتشر وعبادة الله ستنتشر إلى الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. طب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني ساعة لما التوحيد ينتشر، ساعة لما الخير ينتشر، مش هيستمر كده كتير. هينتهي ازاي هذا الموضوع؟ هينتهي ازاي هذا الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله ريحا طيبة. هتعمل ايه الريح ديت؟ فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. توفى يعني ايه؟ تقبض روحه كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيرجعون إلى دين آبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يعني من علامات قيام الساعة أنها لن تقوم إلا على أشر خلق الله، وهم من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني مش هيكون في ذكر لله في الأرض. أنت متخيل مستوى الكفر الذي سيكون في الأرض في هذه الفترة؟ طب ده هيكون إمتى؟ بعدما يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، كل المؤمنين، كل المؤمنين حتى اللي في قلبه مثقال حبة من خردل، هذا سيدخل في زمرة المؤمنين وسيقبض الله عز وجل روحه. طب مين اللي هيفضل؟ مش هيفضل إلا أهل الكفر، قلوبهم ليس فيها ذرة إيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تسمع الحديث دي، هذا ينبئك على أن تتوقع ما ليس بإيه؟ ما ليس بخير. علشان وانت ماشي في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، لو رأيت الناس يبتعدون عن الله من حولك، فأنت ما تستغربش هذا الأمر. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ممكن الناس تترك دين الله سبحانه وتعالى، مش تتركه وهم مؤمنون، لا، يتركونه وهم كفار بالله سبحانه وتعالى، الناس يرتدوا بعد إيمانهم. فتعمل إيه أنت ساعتها؟ تعمل زي الناس ولا تستمسك بحبل الله سبحانه وتعالى؟ تستمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك. فالعبرة مش بكثرة العدد، العبرة مش بكل الناس بيعملوا كده، العبرة بالحق. فأنت تستمسك بالحق ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك. وده معنى كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى: باب حسار الفرات عن جبل من ذهب. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك، يعني اقترب أن يقل ماء الفرات. طب لما يقل ماء نهر الفرات، لما يقل هذا الماء إلا هيحصل، هينكشف جبل من ذهب في قاع هذا إيه؟ في قاع هذا النهر. وسبحان الله في هذه الأيام بدأ منسوب الماء في نهر الفرات يقل بشكل ملحوظ جدا. منسوب ماء نهر الفرات بدأ يقل بشكل ملحوظ جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك، يعني اقترب أوان انحسار نهر الفرات عن كنز من ذهب. طيب نعمله إيه بقى أول ما نشوف هذا الكنز؟ ماذا نفعل عندما نرى هذا الكنز؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن حضره ليحضر هذه الوقعة فلا يأخذ منه شيئا. يا ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت ممكن تشوف نهر الفرات وهو ينكشف عن جبل من ذهب، ومع ذلك يقول لك رسول الله: إن رأيت ذلك فلا تأخذ منه شيئا. في رواية تانية يقول سيدنا أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس، إيه اللي هيحصل لما الناس يسمعوا؟ يقول: فإذا سمع الناس به ساروا إليه.
الناس أول ما يسمعوا أن في جبل من ذهب انكشف عنه نهر الفرات، ناس هتجري عليه على هذا الجبل، كل واحد عاوز ياخد من هذا الذهب. فيقول من عنده، اللي عند أهل عند هذا الجبل، فيقول من عنده اللي هو أهل المكان يعني، لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ان انت تروح عند جبل الفرات؟ لان هيحصل ايه؟ هيحصل مقتلة هناك، الناس هتتقاتل على هذا الجبل من ذهب. سبحان الله، عادة الانسان لو ان لابن ادم واد من ذهب، لو ان لابن ادم واد من ذهب لتمنى لو ان له واديان. هو الانسان كده، هو عاوز الايه؟ عاوز الفلوس وخلاص، ايا كان حجمها لا يشبع منها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سمع به الناس ساروا إليه، مشوله. فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه. طيب المقتلة دي هتكون عاملة ازاي؟ المعركة دي هتكون عاملة ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. شوف كمية القتل، يعني المعركة دي الناس هيضربوا بعض، يقتلوا في بعض علشان ياخدوا الايه؟ علشان ياخدوا الذهب. طب عدد القتل هيكون كم؟ كل 100 هيقتل منهم 99، يعني اللي هيعيش كم؟ اللي هيعيش واحد. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إليه، فقال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فلو كان ده خير كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ منه، لكن الدنيا لا تأتي دائما بالخير، أمور الدنيا لا تأتي دائما بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس على الدنيا ده هو اللي يؤدي بالإنسان إلى التهلكة، يؤدي به إلى أن يقتل من يحب، يؤدي به إلى أن يخون، يؤدي به إلى أن يكذب، يؤدي به إلى أن يفعل ويفعل بسبب حرصه على الإيه؟ بسبب حرصه على الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البشر حريصون على الدنيا، فلذلك لما أخبرنا عن هذه العلامة جبل من ذهب، فطبيعة النفس البشرية إيه اللي هيحصل فيها؟ ستستشرف لأن تأخذ من هذا الذهب. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من جبل الذهب الذي سينكشف عنه نهر الفرات. السبب ايه؟ لان هيحصل هناك قتال ويحصل مقتلة، والناس هتتقاتل على ان يأخذوا هذا الذهب، حتى يحدث قتال عظيم يذهب فيه من كل 199، عدد كبير جدا، يعني كل 100 رجل هيعيش منهم كم؟ هيعيش منهم واحد. طب كم 1000 رجل سيحدث بينهم قتال، وكم عدد القتلى الذي يعني سيسفر عنه هذا القتال؟ عدد كبير جدا، وكل ده في مقابل ايه؟ مقابل الدنيا، مقابل جبل من ذهب. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. فلو ربنا أحيانا وانكشف الفرات عن جبل من ذهب نعمله ايه؟ نسرع اليه، صح ولا نعمله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نذهب اليه. خليك في المسجد زي ما انت كده. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ده من حضره. طيب من باب أولى ألا تسير إليه، يعني ده لو كان أمام عينك ما تاخدش منه، فمن باب أولى ألا تسافر إليه لتأخذ شيئا منه. يقول الشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى باب كثرة المال واخضرار أرض العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. لا أرب لي يعني إيه؟ يعني ليس لي فيه حاجة. معنى الحديث ده إيه؟ معنى الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان ستكثر الأموال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني ايه؟ يصير مهموما لانه لا يجد من ياخذ منه الصدقه، معاه واحد معاه فلوس زكاه ولا يجد فقراء ياخذون هذه الاموال، فده هيكلفه ايه؟ هيكلفه مزيد بحث
والله انت لو انت تعرف مجموعة من الفقراء فانت بتطلع زكاة ملك وتدي لهم، خلاص الموضوع مش محير. لكن تخيل كده لو البلد بتاعتك ما فيهاش ناس فقراء، ده هيكلفك ايه؟ هيكلفك مزيد من الجهد والبحث، ان انت تذهب الى بلد اخرى وتبحث عن فقراء وتبحث عن من يستحق للزكاة او عن من يستحق الزكاة، فهتطلع انت لبلد تانية، فده هيكلفك جهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كثرة المال الذي سيكون حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، هيكون مهموم لا يجد من يأخذ منه الصدقة. وده لانتشار الايه؟ لانتشار الاموال بين الناس. يقول وحتى يعرضه، يعني ايه؟ يقول من يريد ان يأخذ اي مالا، من يريد ان يأخذ صدقة، فيقول الذي يعرضه عليه، يعني يذهب للرجل يقول له خذ هذا مال من الصدقة، فيرد عليه يقول له ايه؟ لا أرب لي. طيب عمرك رأيت واحد يعرض عليه فلوس ويقول لا والله مش عاوز؟ سبحان الله. وهذا هيحصل، هيحصل. وهذا يدل على ايه؟ يدل على هوان الدنيا على الله، والله يدل على هوان الدنيا على الله، ان الدنيا ديت بسهولة جدا ربنا يبسطها لمن يشاء، وبسهولة جدا يقبضها عمن يشاء، فيبسط بحكمة ويقبض بحكمة. ولكن كون ان الدنيا تبسط الى هذا الحد فهذه من الفتنة، وهذا من الايه؟ من الاختبار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، أي لا أرب لي فيه. وزاد مسلم في هذه الرواية وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أرض العرب في فترة من الفترات كانت عبارة عن حدائق غناء، وبعد كده ذهبت هذه الحدائق وتحولت إلى صحراء جرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامات قيام الساعة أن تعود جزيرة العرب أو أرض العرب مروجا خضراء، هتعود كما كانت قبل ذلك، وده من سنين طويلة يعني. وسبحان الله في هذه الأيام انتشرت صور في جزيرة العرب إلى الجبال يكسوها الخضار، وكأنها إرهاصات لعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت قبل ذلك. كل دي من علامات قرب قيام الساعة. لما تشوف العوامل دي من حواليك لازم تكون فاهم ان خلاص الموضوع ايه؟ الموضوع مش بعيد، الموضوع ممكن يكون قريب. والله سبحانه وتعالى قال انهم يرونه بعيدا عن يوم القيامة ونراه ايه؟ ونراه قريبا. وربنا سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة. الراكب من علامات الساعة ان الراكب حيسير من العراق الى مكة لا يخاف الا ضلال الطريق. في فترة من الفترات حينتشر الاسلام وسيعم الامن، ومن انتشار الامن ان الراكب سيخرج من العراق حتى يسير الى مكة ما يخافش الا شيء واحد بس، يخاف انه يتوه بس، لا يخاف من قاطع طريق، لا يخاف من لص، لا يخاف من كذا وكذا، لا يخاف إلا ضلال الطريق. وحتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. كل دي من علامات الساعة، إن الراكب يخرج من العراق إلى مكة فلا يخاف إلا ضلال الطريق، وده فيه كناية عن انتشار الأمن. وحتى يكثر الهرج من علامات الساعة أن يكثر القتل، أن يكثر القتل. وفي رواية ذكرناها قبل ذلك حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قتل منتشر ومحدش عارف لماذا يقتل ومحدش عارف لماذا يقتل، وهذا يدل على انتشار الشر كذلك في آخر الزمان. يقول الشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى باب خروج النار من أرض الحجاز. باب خروج النار من أرض الحجاز. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. في الشام، أنت متخيل المسافة بين الشام ومكة كم؟ فمن كتر علو النار ديت أعناق الإبل ستضيء بضوء هذه النيران في مدينة بصرى. والكلام ده حصل. يقول الإمام النووي تواترت أقوال العلماء أن هذه النار قد وقعت في القرن السابع الهجري، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أن هذه النار قد وقعت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة في الصحراء
في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتعلت هذه النيران حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرة. يعني دي إيه؟ دي علامة حصلت. فمن ارتفاع هذه النيران اللهب بتاعها من كتر ما هو عالي في السماء، الضوء بتاعه وصل لمدينة بصرة لدرجة أنه أضاء أعناق الإيه؟ أعناق الإبل. في نور كده كان ظاهر على عنق الجمل بسبب هذه الإيه؟ بسبب هذه النيران التي هي في جزيرة العرب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد تواترت النقول على أن هذه النار قد وقعت في القرن السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب اللي بعد كده باب الخسف بالجيش الذي يأم البيت، وده الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى إن قدر وأبقانا للأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.